أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة متميزة في مجال من المجالات، بنتعرف على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. المجال مفتوح، الحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. رياضية من الدرجة الأولى، الوالد لعب كرة القدم المميز، ويعد أحد اللاعبين القلائل في مصر الذين خاضوا رحلة الاحتراف لكرة القدم بالخارج. لعب كرة القدم للعديد من الأندية ليختتم حياته كلاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي، ويتجه للتفرغ للتدريب في قطاع الناشئين ولتربية أبنائه. أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. كعادتنا في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية متميزة في مجال من المجالات. الأسرة اللي معانا النهاردة هي أسرة اللاعب الكابتن أحمد حسن، لاعب الترسنة والمصري بورسعيدي. أهلا بيك. أهلا بيك. المرة دي معانا بقى مش الزوجة، احنا معانا الأخت المهندسة مروة حسن. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ومعانا الولاد علي كبير مش كده؟ علي صغير. انت الكبير ولا انت صغير؟ كبير. انت الكبير؟ ودانا هي صغيرة؟ دانا اصغر واحدة في العيلة. دانا اصغر واحدة، العضو الصغير في العيلة. علي وعمر. طبعا انا عارفة ان في عمر هو اكبر حد، لان عمر عنده امتحانات فالزوجة ما قدرتش تيجي لظروف المذاكرة والامتحانات. صح. حضرتك بقى اللي جاي بالانابة، انت وعلي ودانا. ومعانا الاخت بقى المرة دي. بس انا ببدأ بسؤال كل مرة، هبدأ بيه برضه بعد اذنك يعني المرة دي. بحب اعرف الأسرة اللي قدامي الجميلة الحلوة دي، بداية التعارف بين الزوج والزوج كده ازاي؟ بداية تكوين الأسرة كان ازاي؟ أنا بالصدفة كنت في الشارع هناك في المنطقة عندنا، فأنا شفتها واقفة مع واحد أعرفه، فده ابن خالتها، فهي شدت انتباهي يعني. فأنا بعد ما مشيت رحت واخده كده على جنب، قلت له هي ديت قريبتك؟ قال لي اه. فقلت له طب مخطوبه زي اي حد حابب يتعرف بيسال على حد؟ فانا سالته، قلت له، قال لي لا مش مخطوبه وكلام من. فهي دي البدايه، شفتها عندي هناك في المنطقه شدت انتباهي يعني. لا يعني الشكل في البدايه هو شد انتباهي. شدت انتباهي، فسالت عليها كعاده اي حد بقى اي حد فسالت عليها، قال لي دي بنت خالتي. سالت عليها وعرفت كل حاجه وتقريبا ما كملتش. لقيت تجاوب بقى، ما الطرف الثاني لازم يعني عشان القصه تمشي لازم يكون متجاوب شويه. وكان ليا لعيب زميلي احمد زغلول في الترسانه معايا، واخد بنت خالتها او بنت عمتها حاجه زي كده. فهي البدايه كانت قريبه من كده. لما سالت زغلول حتى يعني اول لقاء قعدنا مع بعض نتكلم، خدت اختي ورحت هناك عند احمد زغلول وتعرفت هناك عليها. بالظبط 3 شهور كنت اتجوزت. ده سريع جدا. 3 شهور. 3 شهور كانت الجوازه. انا لو قعدت اكتر من كده يعني ممكن تقولي ايه، شكلك كنت شقي. لا مش شقي يعني ممكن تقولي هتبوظ الدنيا هوائي شويه لو لقيت واحده احلى منها. يا خبر، وبتعترف بكده على الهوا كده قدام صريح؟ لو لقيت حد احلى كان ممكن تبوظ الدنيا. فانا ما صدقت ان انا لحقت كده على طول يعني. لحقت نفسك عشان انت عارف. فانا لو قعدت اكتر من 5 6 شهور ولقيت حد تاني احلى بنقل. بس الحمد لله يعني هي دلوقتي ربنا يستر بعد هي اللي معايا وخلاص انا بطلت. طب ربنا يستر بعد الحلقه دي ما يحصلش زعل بقى ولا حاجه. لا خالص. مروه مهندسه، مروه هي اخت من انتوا كام؟ 3 بنات. 3 بنات، وهو ديك البرابر بقى كابتن احمد حسن، هو ديك البرابر، الاخ اخو البنات زي ما بنقول.
فده اكيد ساب اثر على الشخصيه على فكره. انا مش هاخد رايك انت، انا هسال المهندسه مارو. كان ديك البرابر فعلا والفركه بتشكى عند الوالده بقى هو طبعا هو عند ماما غيرنا كلنا يعني، هو المميز فعلا، بس هو عمره ما اتدلع الصراحه، لا يعني كان بيعتمد على نفسه من هو صغير لغايه لما كبر. امال كان مميز في ايه؟ ايه اوجه يعني؟ تحسي ان هو كده الاقرب لقلبها، بتحبه زياده شويه، لكن دلع الصراحه لا ما اتدلعش خالص يعني. يعني بابا بيدلع البنات يعني، مش بيدلع الولاد، فهو كان راجل من صغره يعني. طيب كان زي بقى اي اسره مصريه شرقيه عامل عليكم هو بقى الراجل بقى جداً. الحقيقي جدا، مع ان هو كنا اصحاب جدا يعني، من يعني بيحكي لي كل حاجه واعرف عنه كل حاجه، بس هو في الحته دي مع البنات لا، هو راجل شرقي بحت يعني. راجل شقي ولغايه دلوقتي ولا الموضوع بقى خف مع التطور؟ لا يعني لما كبرنا واشتغلنا وكده الموضوع خف. يعني يمكن واحنا صغيرين بس، واحنا بندرس واحنا كده كان صعب شويه، لكن بعد كده خلاص بقى متفاهم يعني. ايوه. انت خدتي اتجاه مختلف، ولما سالتكم قبل التسجيل قلت لك يعني بسال كابتن احمد حسن بقول له طب مروه اخذت اتجاه الدراسه وانها تبقى مهندسه وانت اتجاه الرياضه، وما كنتش مركز خالص في الدراسه، قلت لي البنات ماما قدرت تسيطر عليهم تاخدهم تحت جناحها، لكن انا ما كانش قادر اتسيطر عليهم. هي بالنسبه لماما اهم حاجه بالنسبه لها التعليم، التعليم وبس يعني، ما بتركزش في حاجه. كانت دايما وهي انسانه بسيطه يعني، هي حتى ممكن تقول ايه يعني متعلمه بس ايه يعني على قدها، مش بمعنى اصح ان ايه يعني، هي بتعرف تقرا وتكتب فقط لا اكتر ولا اقل، بس هي ايه بالنسبه لها اهم حاجه التعليم. فهي تعبت معايا قوي يعني، عشان حته ده كانت بتوديني المدرسه وتستناني لحد ما اخلص، بس انا عشان تضمن ان انت بتروح وتحضر في الدراسه بتاعتك. كنت بتقول لي بتروح لعبي. وتستناك رغم كده ده ما منعكش ان انت كنت برضو بتهرب من فوق سور المدرسه عشان تلعب كوره. كان في امتحانات بيدونا مادتين، بين كل ماده وماده حوالي نص ساعه، فبين الماده الثانيه ديت زمايلي يلا نروح نلعب كوره، وكان في ماتش ورا المدرسه كده، فرحت نطت من فوق السور، رحت لعبت، كان تقريبا امتحان الرياضه، قعدت العب ونسيت الامتحان، خلصت ورحت طالع تاني من فوق السور وخارج. طبعا هي حاطه في دماغها ان انا امتحنت الرياضه، ما انت خارج قدامها عادي، دخلت قدامها وخارج قدامها، هي خرجتني ودخلت يعني خلاص يعني عارفه ان الباب اتقفل، ما حدش بيعرف لا يروح كده ولا كده. فطبعا انا من حبي للكوره عامه فنطيت من فوق السور، لعبت وخلصت ورحت نطت تاني وراجع وخارج. طبعا النتيجه في الاخر لقيت في ملحق رياضه وانا في اولى اعدادي، فقالت لي ازاي ومش ازاي، قلت لها بص يا ماما انا كنت نطيت من فوق المدرسه ولعبت كوره. وطبعا هي زعلت قوي، ذاكرت والحمد لله يعني برضه يعني نجحت، بس انا كنت شايف ان انا بالنسبه لي في الكوره حاسس ان انا يعني شايف ان انا مميز عن زمايلي يعني، اللي بلعب معاهم مميز. فقدمت في اختبارات عادي زي بقيه الولاد، اي حد بيشوف اختبارات بيروح يقدم، فروحت قدمت. انا عندنا هناك قدمت فيه، لعبت فيه حوالي بتاع 3 سنين، وبعد ال3 سنين ما لعبت فيهم في شركه واحد صاحبي شغال فيها قال لي احنا عندنا عايزين لعيب الكوره، فقدمت فيها عادي زي، فروحت اختبرت وقبلت. فبعد ما خلصت واحنا بنلعب ماتشات شركات، في حكم مش فاكر اسمه، بعد ما الماتش خلص قال لي انت حضرتك بتلعب فين؟ قلت له ما بلعبش في حته. قال لي تروح السكه الحديد؟ قلت له ماشي. دي انت بتحكي دلوقتي بدايه الاحتراف بقى كلاعب؟ لا، بدايتي في الكوره. بدايتك في الكوره؟ لا، الاحتراف لسه. لكن انت ما حكيتش عموما، كمل الحكايه دي، بس انا عايز اعرف البدايه الاولانيه خالص يعني، البداية. بدات معاك لعب ايه في الشارع؟ كوره شراب؟ انا بسمع الحكايات دايما يقول لك انا زي الاطفال في الشارع، غير دلوقتي خلاص بقى يعني الشوارع بقت مش صعبه قوي ان تلاقي حته تلعبي فيها. بالظبط. انما احنا ايامنا كانت في ساحات كتير يعني، اراضي كتير تلعبي هنا وتلعبي هنا، والعدد كان كتير قوي تلعبي براحتك، انما دلوقتي بقت محدود، اي حد دلوقتي عايز يلعب بيروح اكاديميه بيروح هنا. انما لكن انت كنت بتلعب مع زمايلك في الشارع وحسيت ان انت متميز عنهم في اللعب، فبدات اقدم. رحت اختبار عادي زي بقيه الناس، اختبار لان زمايلي كلهم في الشركه راحوا النادي. أيوة. فقالوا لهم احنا عندنا لعيب كويس اسمه احمد حسن بيلعب باك ليفت، انا مش باك ليفت، كنت بلعب هاف، فعرفت ان نادي الترسانة عايز باك ليفت، فان الكابتن شاذلي الله يرحمه راح ممضيني ونزلت في وسط اللعب. فقعدنا نتمرن عادي، اول ما بدانا نلعب كوره طبعا الناس الثانيه مخلصه كلها، فرئيس النادي بيقعد يتكلم معاهم، انا واحد بختبر عادي. فبدات اول ما بدانا كوره
فسأل عليا، قال لي انت، قلت له انت حضرتك اللي مضيتني وفي شركه كذا فبعد ما خلصنا عمل ماتش ودي وانا المفروض باك ليفت، هم عايزين باك ليفت، لعبني مساك. هو شايف كده، هو لاحظ كده. ما هي ده الفرق بقى بين حد بيكتشف المواهب ومش بيقف عند، يعني مش بينظر نظره سطحيه للاعب اللي قدامه. هو شاف الامكانيات، هو شاف امكانياتك كده، انت تجيب كده. فراح حاططني مساك وانا اصلا يعني بتمرن مساك. يعني ايه مساك؟ باك ليفت دوت بيبقى باك طرف بيلعب ناحيه الشمال. تمام. لكن مساك، مساك بقى دوت اللي بيمسك الفرود. تمام. يعني مثلا مساك مساكين واثنين باكات اللي هي طريقه 4-4-2. ايوه. يعني مثلا بيبقى حاطط باك ليفت والمساك، مساك ده وحاطيني مساك، فطبعا دي مش حتتي. ايوه. وبنلعب ماتش فانا بلعب على فرود، فرود كويس قوي فلعبت عليه. فبعد ما لعبت عليه لعبت الماتش دوت، لعبت عليه مان كويس والكلام من ده، وجالي فرصه ان انا احرز هدف، احرزت هدف. خلص الشوط بين الشوطين راحوا واخديني وطالعيني على الشركه اللي انا متعاقد معاها ان انا ماضي معاها، وراحوا مخلصيني دافعين مبلغ معين نادي الترسانه. اشتروك يعني؟ اشتروني. تمام. بدايتي بقى بدات مع الترسانه، بدات من ممتاز به السنه اللي رحتها. انت بدات السلم من اوله السنه اللي رحتها ديت. فرقت معايا، صعدنا على طول دوري ممتاز. يعني بدات ممتاز به مع الترسانه السنه دي، بدات معايا صعدنا دوري ممتاز. بعد ما صعدنا دوري ممتاز فرقت معاك في الخبره، خليتك تنط اسرع، قربتني، قربتك اسرع، قربتني. ما هو الممتاز به دوري ممتاز اللي هو دوري الاضواء بمعنى اصح، اللي هو في التلفزيون الناس. طبعا كلام المحترفين ده، بص انا يعني طبعا انا يعني مش متابعه جيده للكره يعني. أيوة. لكن اكيد في الجمهور فاهم انت بتقول ايه وممتاز به ومساك وكل ده اكيد طبعا. ايوه، كل مصطلحات وسط الرياضي بيعرف المصطلحات دي كلها. او أيوة. كره القدم عارفينه اكيد. فبعد ما بدانا في الترسانه صعدنا دوري ممتاز، المجموعه اللي كانت معايا كلها بتاعت الشركه كلها مشيت. ايوه. انا الوحيد اللي تواجدت، فضلت موجود. يعني كله مشي. مشي بسبب ان مستواهم دون، مش مستوى بقى يعني مثلا دون مستوى يعني ما حلفوش، لا يعني الحظ مثلا ما حلفهمش مثلا يعني ان هم يلعبوا كتير. لان انت ما بتطلعي دوري ممتاز بتجيبي لعيبه بقى دوري ممتاز. فانا طبعا عشان لعبت كتير وكلام من ده فانا فضلت والمجموعه كلها مشت. بدانا السنه بتاعت الدوري الممتاز بين الدوري، واحنا بنلعب في الدوري لعبنا كاس مصر، كنا بنلعب الزمالك. دي بدايتي بقى واحنا بنلعب الزمالك، خرجنا الزمالك من كاس مصر. جالي تليفون من سمسار بعد الماتش مباشره، تيجي لي المكتب وتجيب معاك جواز سفرك. كنت انت انا ولاعب معايا تاني، كانوا هم بيتفرجوا على لعيبه في نادي الزمالك. الجهاز من نادي في تركيا هناك بيتفرج على لعيبه في الماتش، كان بيتفرجوا. اقول اسماء لعيبه ولا لا؟ اسماء اللعيبه عادي. كانوا بيتفرجوا على طارق السيد وبيتفرجوا على عبد الواحد وبيتفرجوا على شيكابالا. فالمدرب قال لهم انا عايز 6 و9، 6 اللي هو كنت انا احمد حسن، و9 اللي هو حسام مبروك. فالسمسار دوت لما رحنا له بالظبط يعني قعدت 3 ايام كنت في تركيا. خد لا ده دي محطه تانيه بقى، معلش هناخد هنا بقى استراحه قصيره، اكلم المهندسه اللي معانا مروه بقى اختك يعني برضو يعني ما سمعناش صوتها، وارجع لك بقى لموضوع الاحتراف في تركيا. ده موضوع كبير. ماشي. مهندسه مروه مهندسه وبتشتغل ورافعه راسنا وبتنزلي بقى مش عارفه في مواقع ولا لا، انت مهندسه مدنيه بتتعاملي بقى مع موظفين اصغر، بتتعامل في سوق العمل يعني؟ طبعا. هو انا اشتغلت في سايتس كتير بس اللي هو مواقع كتير. بس مكتب فني يعني. في عمال وفي كل حاجه وبنزل السايت ابص على حاجات، بس ماليش احتكاك مباشر بالعمال يعني، لكن موجودين في المكان يعني. لكن فكره ان درستي في هندسه وذاكرتي ونجحتي ومصره انك تشتغلي طبعا لغايه دلوقتي وبتحتكي طبعا بالناس يعني واحده ناجحه يعني الحمد لله شغلها يعني الحمد لله. فانت هنا يعني اخترتي مجال العلم والدراسه، وانا ما اعرفش بقى كابتن احمد حسن لما بيشوفكوا كده بيشوف اخواته البنات يقول يا ريتني انا كمان كنت تحت جناح ماما وسمعت كلام، ولا لا انت الكره اديتك زي ما انت اديتها وحبيتك زي ما انت حبيتها؟ انا كنت شايف نفسي في مجال الرياضه يعني. انا لو كنت شايف بدايتك الحب بقى هنا الكوره. طبعا. يعني انا حسيت ان انا عايز ابقى لعيب كوره، وفعلا الحمد لله ربنا كرمني وبقيت لعيب كوره.
حاجة بحبها. هو عامة يعني أي حد بيحب اللي يطلع دكتور يطلع مهندس، أي حد بيحب مجاله وبيديله كتير فيه أكيد بقى هو كمان أكيد بتديله. فطبعا أنا والدتي كانت أهم حاجة بالنسبة لها التعليم. أنا كنت شايف حاجة تانية، إن أنا أبقى لعيب كورة برضه، إن أنا اتعلمت. أنا معايا معهد سنتين برضه. أنا المشكلة كلها أنا كنت مركز في حاجة معينة وربنا كرمني ومشيت بس فيها. بس ليه بحس إن لعيبة الأهلي والزمالك هم اللي بياخدوا الأضواء كلها؟ يعني لعيبة قليلين من الترسانة أو من المصري البورسعيدي أو من أي نادي تاني هم اللي بياخدوا حقهم من الشهرة والمال يعني دايما الأهلي والزمالك، كرة أهلي وزمالك. أنت لو سألت حد أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ ما بتسألش أنت ترسناوي أنت اسماعيلاوي، أنت بتسأل أنت أهلاوي. فالأضواء دايما دايما متسلطة على الأهلي والزمالك. حتى احنا ايامنا لما كنا بنلعب، انا تقريبا اعتزلت دوري ممتاز 2008 بس لعبت ممتاز بسنتين تاني. ايامنا لما كنا بنلعب كان ماتش اهلي وزمالك الواحد كان بيستلم فارغ الصبر. دلوقتي الماتشات كلها بتتذاع، يعني مثلا لو جيش بيلعب انتاج، حرس بيلعب، الماتشات كلها بقت تتذاع دلوقتي. انما احنا على زمان ما كانش فيه غير اهلي وزمالك بس اللي يعني من النوادي الاول. ما تلاقي ماتش مثلا تاني، يعني مثلا المصري هيلاعب المصري هيلاعب الاسماعيلي، ممكن يتذاع وممكن ما يتذاعش، بس اهلي زمالك هم اللي كانوا بيتذاعوا عامه على طول. ما جاتلكش فرصه انك تلعب تبع الاهلي او الزمالك؟ جات لي فرصه الزمالك. ما انا جاي لك في الكلام. لما ماتش كاس مصر، لما خرجنا الزمالك من كاس مصر، انا سافرت تركيا انا وحسام مبروك. انت عايز تحكي عن تجربه تركيا الاول؟ لا ده لسه دي بدايه. ايوه لسه. انا لاني بعد ما رجعت من تركيا لعبت في المصري، ما لعبتش في يعني قعدت مع بتوع الزمالك بس ما لعبتش في الزمالك. رحنا اختبرنا هناك اول يوم انا وحسام مبروك. كان المدرب عمل لنا يعني في ال 18 جونين وعامل زحمه كده 8 ضد 8. فانا ما كنتش في يعني ما كنتش حلو في بدايه التمرين. التمرين خلص فطبعا احنا بنتعشى يعني غدا عشاء بيبقوا، لان هم كانوا الفرقه كانت معسكره في، فهم كانوا بيكلموه المدرب العام والمدرب المساعد، هم اللي كانوا بيتفرجوا لنا على ماتش الزمالك في كاس مصر والتالت سنه. فقالوا لا ده على فكره ده لعيب كويس. فبدانا عمل تقسيمه ملعب كبير على الملعب الكبير 10 دقايق ونادي عليا. فطبعا انا مش فاهم هو بيتكلم في ايه. قال لي اقلع القميص، ورحت لبست قميص ورحت الفرقه الثانيه. فبعد طبعا عملت تقسيمه كانت جامده جدا. بالليل لقيته بيكلمني، لانه اصلا في اول يوم كان متجاهلني لانه ما شافنيش كويس. فلما ظهرت كويس قعد يكلمني. فطبعا هم كانوا معسكرين تقريبا حوالي اسبوعين، فهيلعبوا ماتش ودي بعدها تاني يوم. فالمفروض هي فرقه هتخش دوري بيبدا بالناس اللي هو يعني مأيدها وعارفها. فبينده التشكيل حاططني في وسط ال 11. لقيته بند عليا. فاللعبه كلها الاتراك كلها راحت لفه كده وبص لورا ان انا ازاي موجود والكلام من ده. بدأنا الماتش. أول تلت ساعة كنت كويس قوي، بعد كده وقعت مع إني كنت بلعب في دوري وجاهز. السبب هنا إنك وقعت إيه؟ وقعت بدنياً. أنا تلت ساعة هم صحياً وبدنياً ما قدرتش تكمل. هم في الجري طبيعتهم تقريباً الجو هناك عندهم بيجروا كتير جداً، مع إن أنا أجهز منهم لأن أنا بلعب دوري. طب هنا بقى حسيت بعد التجربة دي وإن أنت ما قدرتش صحياً تواكب المستوى اللي قدامك، التمرينات هي التدريبات هي السبب؟ مش التدريبات، بيتدربوا اكتر او هم عامه دي فتره اعداد. فبقى فتره الاعداد بيخلصوها في حاجه اسمها ماتشات وديه عشان بيستقر على تشكيل معين، مثلا 11 واحد ويبدا بيهم. فانا لما بدات معاه انا جاي من دوري، فطبعا انا حاسس ان هم اجهز مننا هنا. فلعبت تلت ساعه. لا ما انا عايزه احط ايدي على اجهز. ليه انت من خلال تجربتك هناك لما سافرت، ليه هم بيقدروا يجروا فعلا كلنا بنلاحظ من اول الماتش لاخره بنفس المستوى ما بيتعبوش؟ لان هم ايه السبب؟ بيحددوا الوقت بتاعهم، هم بيلعبوا 90 دقيقه فما بياخدوش يجروا كتير. يعني مثلا عامه الكره جت لناحيه الباك بيشتغل، انا بقيت يعني هو لعبني في نص الملعب، انا بقيت عايز اعمل كل حاجه. ففي تلت ساعه حسيت ان وقعت، ما رضيش يطلعني، شاورت ان انا عايز اخرج ما رضيش يطلعني، خلاني كملت ال 45 دقيقه. فهو عايز يشوف دماغي شغاله ولا مش شغاله. طبعا وانا بالكره بتجيلي كنت بحركها، عايز يشوف يعني دماغي شغاله بعد انا تعبت. فبقيت اشغل دماغي. بس اللاعب هنا مش دماغ، اللاعب مطلوب ان هو لازم يتحرك ولازم يبقى عنده نشاط وصحه. أيوة أيوة أيوة. وبياخد الملعب من اوله لاخره. هو عايز يشوفني
يعني انا وقعت بدنيه، عايز يشوف دماغي شغاله ازاي، فبقيت احرك الكوره. هو عايزني احرك الكوره، ما اقعدش اجري كتير، فبقيت احركها، بقيت العب معاه كتير. خلص الشوط فغير بقى وطلعت، نزل ناس تانيه مكاني. بعد ما الماتش مش عايز يمضيني امضي والكلام من ده، فانا المانجر اللي هو السمسار قال لي ما تمضيش الا ما تاخد فلوس. فطبعا قال لي انزل، هم هيجيبوك. فنزلت، فانا نزلت تاني يوم كنت قاعد في الزمالك مع كمال درويش رئيس النادي، فقعدت معاهم، فبيقول لي امضي. فطبعا ما رضيتش امضي لما اخد فلوس، قلت له عايز فلوس وكلام من ده. فقال لي امضي وبقيت اللعيبه هتطلع فلوس هتاخدها معاك، بس المدرب يشوفك. قلت له انت بتتعاقد معايا عشان انت عارف ان انا مثلا لعيب كويس، لسه هتشوفني، يبقى انا في وضع اختبار. ساعه بين الميعاد بتاع الزمالك والساعه، كابتن فاروق جعفر كلمني في التليفون، انت فين؟ قلت له انا في الزمالك. قال لي طب تعالى دلوقتي. بيكلمك بناء على انه عارف ان انت هتتعاقد خلاص مع الزمالك فبيلحقك. فبيقول لي طب انا عايزك تجيلي دلوقتي. مسافه ساعه مضيت في بورسعيد، ومضيت انا مع الكابتن فاروق في بورسعيد، وخدت المقابل ما مضيت نص فلوسي. بدات السنه في بورسعيد، لعبت مع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن والكابتن عماره والكابتن. انت في علاقه مميزه بتجمعك بين كابتن، انت وكابتن حسام حسن زي بقيه اللعيبه عامه. ما انت ما بتلعبي مع حد بيبقى ليكي زمالك في شغلك تبقي قريبه منه. انا نفس القصه، ده زميل في الملعب. كابتن حسام حسن طبعا كابتن كبير، وكان بيدينا نصايح كتير قوي، يعني كان بيكلمنا ودايما معانا على طول. وهو كلمني في التليفون قال لي انا عايزك يا احمد تكون معانا، بعد ما الكابتن فاروق جعفر كلمني قال لي انا عايزك تكون معانا. قلت له يا كابتن ان شاء الله، وشرف لي ان انا العب مع حضرتك. ورحت، رحت المصري. السنه خلصت من هنا، المدرب اللي كان ماسك ديار بكر في تركيا كلموني في التليفون وجم خلصوني من بورسعيد. كنت حاطط شرط جزائي 100,000 جنيه، دفعوا الشرط الجزائي وسافرت، اتعاقدت مع نادي انقره جاجو. اتعاقدت بقى رسمي، اتلاعب في فرقه انقره جاجو بالظبط، قعدت 6 شهور معاهم. المدرب اللي كان اتعاقد معايا اللي جابنا اللي كان في ديار بكر وراح اتعاقد مع انقره جاجو مشي، جه مدرب تاني طلعه من تحت، يعني مش مقتنع، مش حابب احمد حسن. فلقيت نفسي مش هلعب انا لوحدي والله. رحت واخد الجواز بتاعي ورحت نازل على مصر على طول، حصلت تقريبا فيزا، فرحت رايح، نزلت هنا مصر. فطبعا عرفوا ان انا سافرت من غير ما حد يعرف. كان البير ده السمسار، ما ينفعش ان انت تسافر من غير ما تقول لهم. انا لقيت نفسي ما بلعبش ومش فاهم في اللغه عامه. هو اللاعب المصري لما بيلاقي فيه غربه وكلام من ده ومش مرتاح، هو اللاعب المصري عامه قماص ما لعبش، فبتلاقيه ده اللاعب المصري ولا احمد اللاعب حسن؟ المصري، اللاعب المصري، اللاعب المصري عامة. لأن أكترية اللعيبة كلها اللي احترفت يعني من النوادر أول ما تلاقي حد مكمل. المدرب كان مش حابب أحمد حسن أو مش بيستريح لأحمد حسن. العادي إن اللي نعرفه إن المدربين في الخارج محترفين أكتر من كده، يعني ما فيش حتة العلاقات الشخصية دي مش والمشاعر الشخصية مش بتتدخل قوي. فغريبة قوي إني أسمع منك ان مفيش استظراف ياخد منك موقف. هو كان ماسك فرقه في الناشئين تحت، ماسك تقريبا الشباب اللي هم تحت تقريبا حوالي ال 20 سنه، ماسك تحت في قطاع الناشئين. فهو طلع مجموعه من تحت معاه لما مسك. فهم هناك بيعتمدوا على يعني جايبين اسامي، النادي اللي انا فيه دوت جايبين اسامي جامده وكلام من ده مع المجموعه اللي تحت. المدرب التاني اللي مشي جايب ناس معينه. هو ممكن تقول ايه يعني، احنا في ماتش ما لعبنيش، فانا طبعا من عادتي لعيب جديد وحاسس ان مفيش اهتمام بيني وبينه، فاتقمصت. كان في تمرين تاني يوم الصبح عامله، فما رحتش التمرين، نمت وكبرت دماغي. فطبعا مفيش الكلام ده هناك ان انت تنام وما تنزلش التمرين، هما بيسالوش. انت بتتعامل يعني بالعقليه المصريه اللي هي ما ينفعش خالص كمحترف تتعامل بيها. طبعا انا غلطان في النقطه دي. فطبعا انا ما نزلتش التمرين، والتمرين في اخر النهار عملت ان انا ماسك رجلي، ان رجلي وجعاني وكلام من ده، وقعدت مع الدكتور. هو حس ان انا مقموص، هو بالنسبه له بقى تقمص ما تقمص مش فارق بالنسبه له، يعني تلعب. هو هناك حياه احترافيه، تنزل تتمرن تلعب، ما بتلعبش مالكش ان انت تتكلم ولا تقول اي حاجه خالص. فطبعا زعلان بقى انا ومقموص، هو ولا في دماغه ولا شايفني.
هو تجاهلني خالص. اللي بيتمرن بيروح مديله، يعني في ناس تانية اتمرنت وما كانتش لعبت، اداها الماتش اللي بعديه وقعدني تاني. فطبعا انا كنت زعلان ان انا ما بلعبش معاه، فانا حبيت اكلمه، ما عرفتش افهمه ان هما بيكلموا تركي. فطبعا كان السمسار يعني ما فيش حتى لغه تفاهم متبادله بينك وبين المدرب، ازاي يعني؟ هو الانجليزي عندهم صعب جدا. انا اصلا عامه يعني انا بتكلم عربي بالعافيه، هكلم تركي. ايوه. ما عرفتش، بمعنى اصح ايه، السمسار اللي كان جايبنا هو خلاص يعني اتعاقد مع النادي وخد المبلغ، العموله بتاعته خدها. بمعنى اصح ايه، هو كان بيتكلم عربي مكسر، فطبعا خد العموله. فانا كنت وسابك انت محتاج، انا بكلمه في التليفون بقول له دلوقتي انا عايز افهم المدرب انا بلعب فين، يعني بلعب في نص الملعب، ما بلعبش مثلا مساك، ما بلعبش في مكان غير بلعب في حته معينه. فالسمسار ده كان بيتكلم عربي مكسر، قال لي حبيبي انا مش فاهمك، حبيبي انت بتقول ايه؟ وخلاص خد العموله. فهو مش فاهمك حبيبي بقى عشان هو اخذ العموله. والله. فطبعا حسيت ان انا غرقان، عايز حد افهمه. حتى كان معايا هناك ايمن عبد العزيز، كنت بخلص تمرين وبروح ساعات بروح ابات معاه هناك في الشقه بتاعته. ايمن كان محترف في جلانشر. وبعد كده لما نزلت حبيت اروح المصري، كلمت الكابتن حسام قلت له يا كابتن انا دلوقتي انا نزلت وعايز اجي النادي المصري وكلام من ده. فكان السمسار قال لي هتدفع تقريبا، هيبقى في حاجه اسمها اعاره، هنعمل لك اعاره من النادي، لان النادي كان اتعاقد معايا وخدت فلوس، فما ينفعش ان انت تروح لوحدك كده. فقلت له طب خلاص ماشي. فعملوا اعاره، تقريبا كانت الاعاره حوالي 120,000 جنيه. فاتفقت مع رئيس النادي حاج السيد الله يرحمه، فما مرضيش ان هو يدفع الاعاره. قال لي ايه؟ قال لي ادفعها وانا هديك. طبعا انا بالنسبه لي مرضتش، فدفعها نادي الترسانه. قعدت سنه مع الترسانه، دفع هو الاعاره 120,000 جنيه، قعدت معاهم سنه. بعد السنه ديت ما خلصت، الترسانه كان تحت في الممتاز به، كان هبط، صعدنا مع نادي الترسانه. خلصت السنه حبيت ارجع تاني، ما عرفتش ارجع بمعنى اصح. كانت صعبه بالنسبه لي، فرحت الاتحاد السكندري. رحت الاتحاد السكندري، كان ساعتها خواجه اللي ماسك الفرقه كان بوبس البودان، كان صربي. كان مجلس الاداره بتاع الاتحاد كان جايب حوالي بتاع 10 12 لعيب كده، اتأيدوا خلاص، اتبعتوا قائمه اولى وكلام من ده. فالخواجه ما عرفش، فالخواجه دوت اشترط عليهم اي لعيب هيجي لازم يتشاف اختبار، بمعنى اصح هتنزل ملعب وشوفك. فانا ورحت نادي الاتحاد، نزلت اختبارات زي بقيه الناس عادي. وانا كنت رحت اتعاقدت مع رئيس النادي، قال لي بس الخواجه لازم يشوفك، فشافني في الملعب. فطبعا دايما بيبقى محطوط تشكيل معين فيه كذا وكذا وكذا وكذا، بقيت في بدايه التشكيل. الخواجه دوت اول ما شافني فقال احمد حسن مضيت وكلام من ده. فبدايه فتره الاعداد بدانا الدوري، حصل التاتش بيني وبين الجماهير، شديت مع لعيب من اللعيبه. طب نقف عند المنطقه السسبنس دي التشويقيه جدا دي، وحصل شد بينك وبين الجماهير ازاي؟ معرفش بين كل الجماهير ازاي معرفش يعني. بس اجي المهندسه مروه واقول لك شغلك عندك مهم جدا مش كده، في مرتبه ايه في اولوياتك الاولى؟ طب لو جه حد دلوقتي مثلا تقدم لمروه وقال لها انا مش عايز مراتي تشتغل، ودي بتحصل كتير قوي عندنا في مصر، هيبقى ايه رد فعلها؟ اصل ده يبقى اسمه تحكم، يعني كل حاجه بالنقاش ونتفق. يعني لو هي الموضوع ابتدى تحكم هيبقى اكيد فاشل، جواز فاشل يعني. لكن اي امر بيبقى فيه نقاش، ولو اتفقنا يعني يا انا اقتنع يا هو يقتنع، لو اتفقنا هنكمل، ما اتفقناش يبقى مش هنكمل. لكن تحكمه بس لا. لكن لو ظروف غصب عني تخليني ان انا لازم اقعد، اكيد طبعا الاولويه للاسره. بس يمكن عشان انا لسه ما عنديش اسره ف مش فاهمة المسؤولية دي، لكن الأولوية طبعا للأطفال وللأسرة طب فلو ده هيجي على حساب ده أكيد هم أهم. حاطة لنفسك شروط معينة للجواز عموما؟ يعني حاطة مثلا أنه لازم يكون جواز حب، ولا عادي ممكن يكون جواز صالونات لو أنت مقتنعة هتكملي يعني يفضل أنه يكون حب، لكن صالونات دي صعبة شوية. صعبة عليك؟ صعبة كتير.
يعني انت لسه مقتنعه ان في حب في الزمان ده اصلا؟ يعني على الاقل تفاهم، يعني اصل الصالونات ده يعني واحد زائد واحد بيساوي اتنين، بتبقى كلها امور عقلانيه، مش بتحطي فيها بقى، مع ان في كتير نماذج ناجحه يعني، بس انا مش بقتنع شويه بموضوع الصالونات ده. يعني بيبتدوا يعرفوا بعض بعد ما يتجوزوا ويبتدي يحصل خلافات، والحب برضه صدقيني يعني الحب برضه، والحب برضه بس الحب بيحصل خلافات بالعكس كتيره جدا كمان. بس لما يحصل خلافات بينك وبين حد بيحبك هيلتمس لك عذر، لكن لما يحصل خلاف بينك وبين حد مفيش بينكم اي حاجه ولا حتى تفاهم، مش هيبقى فيه اصلا اي اعذار. يعني هي حاجه تشيل حاجه. ايوه، لكن في جواز صالونات كتير ناجح يعني، وفي جواز حب كتير ما بينجحش بالظبط. بس يفضل يعني، يفضل طبعا ان يكون في حب ويكون في تفاهم يعني، لكن في الاول والاخر كله نصيب يعني، كل حاجه. ايه رايك يا كابتن بقى، انت اخو البنات والراجل بقى الحمش، ايه رايك في الكلام ده؟ هي بتتكلم صح، بس احنا يعني انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها حب. تيجي تقدم تتجوز ماشي، اللي هو واحد اتنين تلاته. ايوه، انما بقى مثلا قصه حبه في الاول وكلام من ده، هو طبعا ده شغل افلام. الحب حسب انت الديفينيشن او شرحك لكلمه الحب ايه. ما هو الحب دي يعني في تناغم وانسجام وكيمياء زي ما بيقولوا كده، بتحب انها تبقى خروجاته وقعداته وكلامه، في قبول جامد، يعني حسب انت شرحك لكلمه الحب ايه. انا دلوقتي بالنسبه لي انا شفت واحده حلوه عجبتني، بسال على اخلاقها. لا انت واضح انك حاله خاصه، انت قلت ان انا شفتها واقفه في الشارع وخفت لو قعدت شويه هلاقي واحده احلى واحول عليها. انا حاله خاصه فعلا. فواضح ان انت حاله خاصه. فصح، وطبعا اكيد لازم يبقى في تفاهم بين اول اتنين بيرتبطوا ببعض، دايما بيبقى صادق معاه وهي صادقه معاه، يعني بيعرف عنها كل حاجه، هي بتعرف عنه كل حاجه، في قبول. ف يعني ممكن في البدايه مثلا في جواز اللي هو الصالونات بيجي بالعشره، يعني مثلا العشره ممكن بتلاقي بتقربك مثلا، بيبقى خايف عليكي، تعبت مره، بيبقى قلقان، اللي هو الطبيعي بتاع الناس. انا حاله خاصه شفت انت حد ومعترف وده الحلو الجميل فيك، ان انت صريح ومعترف وعارف انك حاله خاصه، ومش حاله خاصه قوي على فكره، مش نادره يعني. الاكتريه لا، الاكتريه كده، الشكل هو الرجل الشرقي عند الرجل كده. المصري هو اللي بيشده ويجي اي حاجه بعد كده، مش بيوقف قوي عند الشخصيه والروح، الا طبعا مش هنعمم يعني. وفكره انه لو ساب نفسه شويه ممكن يحاول على حد تاني يجذبه اكتر. أيوة أو, أيوة أيوة. او احلى شويه، دي موجوده. انا يعني ما صدقت يعني لقيت نفسي دي موجوده. صح، فانت حبيت تربط نفسك عشان تتجوز، عشان اخلص، عشان تخلص. ده واضح ان كان في ضغط. لا لا، كنت بتضغطوا عليه ولا ايه؟ لا، هو كان يعني ابتدى بقى في فتره يبقى مشهور وبيلعب كوره وكده، فكان حواليه معجبات بقى كتير. فحبيتوا ان انتوا تلموا الدنيا يعني. لا، هو اللي حب يعمل كده، احنا بالعكس احنا كنا عايزينه يفضل معانا شويه. حبيت ان انت ما تنجرفش. يا ريتني كنت معاهم. حبيت ان انت بتقول كلام خطير قوي النهارده، يعني انا مش ضامنه بعد اذاعه الحلقه ايه اللي يحصل. يا ريتني كنت معاهم. ربنا يستر. طيب، اتدبست اتدبست ده انت. طيب انا مش هعلق. انت حسيت ان حياه الشهره والاضواء والمعجبات دي ممكن انها تاثر عليك؟ احنا بنشوف، احنا بنشوفه وعاصرنا بعض اللعيبه، الحياه دي انجرف وراها ومستواهم الرياضي اتاثر. أيوة. وادائهم اتاثر بطريقه سلبيه. فانت خفت ده يحصل لك؟ مش خفت ده يحصل لي. المشكله كلها ان انا لعيب كوره، عامه لعيب الكوره ده بيبقى الاضواء مسلط عليه. يعني حتى انت في منطقتك ما بتقعديش كتير في منطقتك. دايما بتبقى معسكرات كتير، ماتشات كتير بره، ما بتقعديش في البيت كتير. اكتريه قعداتك كلها بتبقى معسكرات وماتشات بره. يعني بتتمرني مثلا في نادي بتاع 3-4 مرات، وبعد كده معسكر بتبقى قاعده. فانت يعني حتى ما بتخلصي ما بلحقش اروح اقعد مع اصحابي. يعني حتى لما باجي العب معاهم مثلا كوره، مثلا خماسي مثلا، بيبقوا مثلا عايزين يلعبوا في حته من النوادي، الاول ما يشوفوني مثلا شهر، فتره الاعداد بتخلص بناخد لنا مثلا اسبوعين مش اكتر، والسنه الثانيه تلحم سواء رحت نادي تاني او كملت. فانا يعني ممكن تقول ايه برضه، لما يعني الاضواء بتبقى متسلطه عليك، هو طبعا دي حاجه جميله ان الاضواء تبقى متسلطه عليك، ان الناس عارفه ان ده لعيب كوره، الشهره الواحد بيبقى حاسس بنفسه. فطبعا بتلاقي مثلا ايه اصحابك كتير،
انت عارفه الشهره بقى بيبقى مثلا كل عايز يكلمك، كل عايز يتعرف عليك، كل عايز يتصاحب. فطبعا ممكن تقولي طبعا الاضواء حاجه جميله. طيب عايز اعرف بقى اللي حصل لك بقى التغير اللي بيحصل لناس كتير وبيأثر على حالتهم النفسيه جدا، لما بيتحول من لاعب مشهور الناس عارفاه بتشاور عليه تتمنى تصاحبه، لمدرب بقى الاضواء طبعا بتختلف هنا، التدريب غير والحياه بتختلف، الدنيا بتختلف. فعايزه اعرف بقى الفرق ده حصل لك ولا لا. بس اتكلم مع علي بقى، اتكلم مع علي ودانا شويه. علي انت رياضي زي بابا؟ بتلعب ايه؟ كوره. كوره؟ علي صوتك تلعب ايه؟ كوره وايه؟ سباحه. وسباحه؟ بتحب ايه اكتر بقى، كوره ولا السباحه؟ كوره. كوره؟ يعني عايز تبقى زي مين بقى من اللعيبه الكبار المعروفين؟ زي ميسي. ميسي؟ ده 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 لاعب دولي. طيب مين في مصر؟ تبقى زي مين في مصر؟ ابو تريكه. ابو تريكه، تمام. ودانا بقى تلعبي رياضه؟ هي دانا؟ سباحه. سباحه. تعرفي اسم واحده مشهوره قوي في السباحه؟ حافظه؟ مش حافظه اسماء حد خالص؟ انت مهتم قوي ان هم يبقوا رياضيين. ايوه. وكلهم بيلعبوا رياضه. ها اي اسره بتبقى بتحب ان اولادها يبقوا رياضيين عشان ما يتجهوش اتجاه تاني. يعني هي انا المدام حابه ان هم يلعبوا سباحه. كانت الاول البدايه خالص ان هم التعليم اللي هو العادي يعرفوا يعني ويبنوا جسم كويس. فطبعا دلوقتي هي مركزه في حته، هو دلوقتي بقى فرقه سباحه في النادي، وعمر برضو كبير بقى فرقه سباحه يعني بقى متأيدين. بس غريبة ان هي مركزة على السباحة مش كرة القدم اي يعني غريبة. هو عشان انا عملت عضوية في نادي، فهي حبت ان لقيت بقى ايه احنا في النادي بنروح النادي، فهي حبت تلعبهم اي حاجة بمعنى اصح رياضة. هي بدأت معاهم بتايكوندو، بدأت معاهم بكاراتيه، بدأت معاهم بحاجات، فلقيت ان السباحة حلوة ما فيهاش عنف ولا فيها اي. فطبعا هي حبت السباحة، فطبعا هم بقوا مميزين في السباحة، بقوا فرقة النادي. فهم دلوقتي بقت في منافسات، في حاجه اسمها ايه؟ عايزين يبقوا ياخدوا بطوله وكلام. بقت مركزه قوي، بقت رياضيه من الدرجه الاولى بالنسبه للسباحه. انا حابب اخدهم معايا في الكوره. هي مركزه في السباحه فانا سايبهم. السباحه على فكره زي ما بنقول كده بالعاميه بتخدم على اي لعبه ثانيه، على كره القدم، في النفس، في الصحه، في كل حاجه. يعني السباحه بتخدم، فدي مش حاجه سيئه. هم ممكن يمشوا بطريقه متوازيه ولا صعب في الاثنين؟ اصل هو هيركز في حاجه وحاجه ثانيه. اصل هو دلوقتي 8 سنين والتاني 10، بدايتهم في الكوره برضو من اول 10 سنين، اول مسابقات مثلا، فلازم يبداوا يركزوا في حاجه واحده. فانا عايز ابدا بيهم مثلا، هي مركزه في السباحه فانا سايبها. بالنسبه لعلي 8 سنين، يعني انا عايز ابدا معاهم من دلوقتي يركزوا في نادي في الكوره، لان الكوره ممتده لحد 35 سنه. السباحه تقريبا عمره معين، تقريبا 15 16 في الحدود ديت او 20 سنه مش عارف. فانت شايف ان المستقبل احسن مع الكوره. فمش عايزهم يركزوا في السباحه قوي. بس برضو في الاول وفي الاخر حسب علي هو اتجاهه ايه وبيحب ايه اكتر. وعلي هو محدد بيقول لك كوره. هو بيحب الكوره. عمر برضو كده؟ عمر نفس كده، عمر بيحب الكوره قوي. طبعا بالنسبه لدانا بقى يفضل السباحه لغايه اكبر سن ممكن، علشان يكون في الصحة والشخصية الرياضية. بتفرق جدا في الشخصية الرياضية. هي باليه في المدرسة كمان. باليه. باليه كمان. بالورينا يعني. مش بتلعبي باليه في المدرسة يا دنا؟ هي شكلها جسمها بالورينا يعني كلها كده. احنا على فكرة عندنا سؤالين مؤجلين. سؤال خلافك مع الجماهير انا مش فاهمة ازاي. والحياة فرقت ازاي معاك من لاعب تحت الأضواء لدلوقتي كابتن ومدرب في نادي الترسان؟ بداية الجماهير ديت كانت حصل تاتش خلافك مع الجماهير. واحنا بنلعب ماتش، كنا بنلعب فرقة اسمنت سويس، فحصل تاتش بيني وبين لعيب، فلعيب تقريبا خبطني، لقيت الحكم بيديني انذار هو اللي غلطان ما علينا. فراح مدي الحكم بعد في لعبة تانية مشتركة، راح طردني. فلقيت ناس من الجماهير بتقول الفاظ وحشه، يعني كانوا بيشتموني بمعنى اصح. انا ما اعرفش مين ده. فرد كان عضو هو مجلس اداره قاعد في وسطيهم. فاتكلم بطريقه مش ما عجبتنيش، فرديت عليه. من ساعه ما رديت عليه بدانا الدوري. احنا 11 لعيب في الملعب.
بيندهوا على 10 ومش شايفيني. الجماهير بتنده يعني بيندهوا مثلا احمد محمد ابراهيم كذا، احمد حسن ما حدش بينده عليه، 7 ماتشات وببقى نجم الماتش، كل ماتش ببقى نجم الماتش. اغلط في باص ولا حاجه بسمع الشتيمه، يعني ما بيشجعونيش، بغلط في باص بسمع شتيمه وحاجات. جمهور الاتحاد في ناس كانت متعصبه قوي يعني، كانوا حوالي ده هنا هنا ايه السبب في في رايك يعني؟ هو تقريبا عضو مجلس ده كان قريب منهم قوي يعني، بمعنى اصح ايه يعني، يحبوا يشجعوا حد طبعا غير الناس. طب وهل هو اللي متحكم في الجماهير ازاي في هذا العدد من الجمهور؟ مش الجماهير يعني كلها، في قله كده بعيد عن انما الناس الثانيه، في ناس ثانيه في جمهور الاتحاد السكندري جمهور محترم، البلد عامه بلد جميل. المشكله ان في حوالي بتاع كان حوالي بتاع 15 ولا 20 واحد بيجوا لنا التمرين، فهم عارفين اللعيبه بالاخص. فطبعا انا شغال كويس قوي، فطبعا حصل تاتش بيني وبين بينهم. ابتدوا يشجعوني امتى؟ كنا بنلعب الاهلي في الدوري اخر الدور الاولاني، انا اتصبت جالي ربط صليبي. لعيب من اللعيبه اسمه يوسف ابراهيم، اللعيب ده قال لي الجماهير النهارده هتحييك، فهم راحوا ناديين على ال 11 انا من ضمنهم. فجالي رباط صليبي لقيتهم بقى بيشجعوني، بس انا خلاص كان جالي رباط صليبي يعني، كنت اتصبت، كانت اوحش يعني حاجه بالنسبه لي. دي نهايه حياتك هي مش نهايه كلاعب يعني؟ لا مش نهايه القرار، لان انا عملت العمليه ورجعت تاني، بس رجعت لعبت ممتاز بيها. فطبعا بعد ما خلصت أسوأ اصابه ممكن تصيب اللاعب هي اصابه الرباط الصليبي. الرباط الصليبي بتأثر على مستواه بعد كده مش كده؟ طبعا يعني من 100% بتخليك تقريبا 50% مش انت، بمعنى اصح ايه؟ ما بتبقيش في كامل مستواكي، لياقيا ما بتبقاش زي الاول. وفي ناس بترجع، بس بترجع يعني اللي بيرجع منها سنه في الثانيه وتلاقيه خلاص مش قادر يكمل، خلص. لان هي اوحش اصابه بالدنيا للعيب. ودي دايما بتيجي خبطه ولا وقعه ولا هو لعب كره عادي؟ ممكن بتيجي من حاجه هايفه يعني، مثلا بتطلع في كره عاليه فلفت منك ركبتك طلعت، يعني مثلا مكمله في كوره فوانت بتعملي الكوره حد زقك يعني لمسك بس بالراحه كده رجليك مثلا رشقت في النجيله، ركبتك الرباط اتقطع. هي بتيجي من حاجات يعني مش تتلوي رجلك تتلوي. فهي ما بتيجي خلاص انت عرفتوا انتوا اول ما بتيجي ان خلاص يعني. انا اول ما وقعت انا حسيت ان رجليا فرقعت يعني، انا حتى عيطت، انا حتى طلبت من ربنا قلت يا رب غضروف، انا حسيت برجلي يعني، تمنيت انه يبقى غضروف او اي حاجه الا الرباط الصليبي. والله تمنيت ان هو غضروف، بس هو اراده ربنا بقى والحمد لله يعني. وكملت بقى، عملوا لي العمليه بس حته علاج والكلام من ده، انا كملت على حسابي وكل حاجه. جه مدرب تاني مسك، طبعا لسه راجع المفروض انا اكمل مع الفرقه، كان مشيت يعني، قدم ورق في الاتحاد ان انا مش عايز، لان انا كنت لسه يعني لسه راجع والدوري هيبدا، كان فاضل لي حوالي 4 شهور والدوري هيبدا كان فاضل شهرين. فكان الكابتن محمد عمر طلب ان انا ما اكونش موجود. خلصت السنه مضيت مع الجونه في ممتاز به، بعد ما خفيت قعدت مع 6 شهور مع الجونه، ما كنتش خفيت لسه لان عملت عمليه تنظيف بعد كده، لان كانت الركبه ما كانتش بتتفرد للاخر. العمليه التنظيف دي قعدت حوالي بتاع 15 يوم، فالناس عرفت بقى ان انا ايه عملت عمليه تانية. هي مش عمليه تانية، هي عمليه تنظيف. طب قول لي لما تحولت بقى للتدريب فرقت معاك بقى بعد ما خلصت الممتاز ده؟ لا انا مش عايزه التفاصيل، عايزه اعرف فرقت معاك ازاي. طبعا انا دلوقتي كمدرب بقى عن الحياه الاول، انا لعيب كوره، فانا بالنسبه لي انا بعرف اتحرك اروح من نادي لنادي كلام من ده، انا يعني انا بعرف اعمل ايه بقى. لعيب كوره بيتمرن وكلام من ده وكويس، بتلاقي الانظار كلها بتبقى عليه، بيروح هنا بيروح هنا، الانتقالات سهل. بالنسبه للتدريب انا مدرب في نادي الترسانه، بدات التدريب بقى لي 4 سنين. طبعا الحياه اهدى، نقدر نقول ان الحياه انت تعبت كتير وتدريبات ومعسكرات، دلوقتي الحياه وترتها اهدى، ودي نقول ميزه ايجابيه ولا لا انت مش شايفها كده؟ انا بالنسبه لي انا حابب الاضواء يعني، انا حابب ان انا اكمل انجح في التدريب. طبعا في الكوره الحمد لله يعني الواحد وقف يعني، وقفت لحد هنا في الكوره، فخلاص بدات في سكه تانية تدريب. انا واخد الاساسيه والسي
والبي شهادات في التدريب. يعني انا بقالي 4 سنين شغال. المشكله كلها يعني قطاع الناشئين، ما حدش بيحس بنادي مثلا الانديه الصغيره زي الترسانه. دايما الانديه كلها اللي شغاله، المدربين كلهم اللي شغالين، اللي هم شغالين في حلقه واحده اللي هي عباره عن ايه، بينتقل من نادي لنادي، اللي هم حوالي 10 15 مدرب شغالين في كذا نادي. بياخدوا لعيبه النادي الاهلي، لعيبه نادي الزمالك، اللي هم برضو الاضواء عليهم. زي ما قلت في البدايه ان كل الاضواء على النادي الاهلي ونادي الزمالك، واحنا نتمنى ان الفكر ده ما يبقاش بقى موجود. يعني احنا نشوف اللاعب الكويس، المدرب الكويس في اي نادي وياخد حقه، ياخد حقه كل انواع بقى حقوقه يعني، والمعنويه كمان بنتكلم عنها مش بس الماديه. هو انا حسيت ده اللي نتمناه يعني. انا حسيت ان دلوقتي ان انا بقى لي 4 سنين في التدريب اهوت ولا 5، حسيت ان التدريب مش كفاءه، التدريب علاقات. اعرف ده يعرف ده، بقت علاقات. وانت عندك متهيألي مشكله في العلاقات. انا مش هقول لك مشكله العلاقات الاجتماعيه، انت مش شايف نفسك شاطر فيها ولا دايما بيبقى في مشكله مع في التعامل مع الاخر؟ مش شاطر يعني، ممكن تقولي ايه يعني مثلا انا يعني انا ليا اصحابي، لقيت صاحبي يعني كسل يكلمني، انا بكسل، حسيت انت يعني ما بتتصلش بيا، مش مقرب. انا نفس القصه، ممكن تقولي ايه بتجنب. ممكن تقولي مش علاقات، اصل انا يعني ممكن تقولي ايه، انا مش هقول لك ان انا مدرب كويس، ما حدش بيقول على نفسه ان هو كويس، بس انا مدرب يعني، ممكن يعني ممكن تقولي ايه مستني الفرصه ان هي تجيلي. انا بقى لي 5 سنين شغال في التدريب دلوقتي، هي مش كفاءه، هي علاقات. انا مستني يعني، حتى اللعب غير التدريب يعني. مثلا لما كنت بلعب فلوسها غير التدريب يعني، التدريب مثلا عندنا في نادي الترسانه الموارد، نادي الترسانه انا عارفه ان هو موارده قليله، قليله قوي. نقول ان لكل مجتهد النصيب، وما دام انت بتدي مجالك على قد ما تقدر اكيد هيجي لك الوقت ومش عيب إن, ان ان انت تهتم بالعلاقات الاجتماعيه طبعاً. لان مش بس التدريب هو اللي محتاج علاقات، هو كل حاجه، كل حاجه، كل مجال، كل حاجة العلاقات فيه دلوقتي مهمه جدا. انا بشكرك يا مروه، وبتمنى لك نجاح على المستوى الشخصي زي ما انت ناجحه مهنيا. بشكر كابتن احمد حسن، ونتمنى ان كل احلامك وانت طموح واحلامك كتيره تتحقق يا رب على قد تعبك وسعيك. وبشكر علي، ونشوفك بقى لاعب زي ميسي ودانا. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، ونلتقي ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.